الرجال، فهذا من تجاوزه للحد. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، هل لك في أن أرشدك إلى شيء به تتطهر من الذنوب والمعاصي والجرائم، هل لك إلى أن تزكى؟ فالتزكية هنا التطهير، والمراد من الظلم والكفر والمعاصي. التطهر هنا من أمور أولاها وأعظمها الكفر، وكذلك الكبائر والذنوب. هل لك إلى أن تزكى وأهديك أرشدك إلى ربك إلى طريق الله لعلك تخشى فتخشى؟